سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. حكاية اليوم على القردون. شكون فينا ما يعرفش القردون؟ ولا أقردون هو هذاك الشريط القماشي الطويل اللي شبه الفوطة القبائلية، واللي كانت جداتنا يستعملوه في تمليس الشعر بطريقة تقليدية صحية وطبيعية، بلا ما يستعملوا السيشوار ولا حتى مصدر حراري من غير زيت الزيتون. القردون أثبت مع الوقت أنه يساعد على تطويل الشعر ويمنعه باش ما يتكسرش. اليوم القردون خرج من منازل جزائرية ووصل للعالمية وعلى السجادة الحمراء، كيستعملوا المصمم العالمي زهير مراد لتصفيف شعر العريضة، وهذاك الشيء اللي خلى العديد من المجلات العالمية تهضر عليه. وباش ما ننساوش، القردون هو عادة قديمة من التراث الجزائري، حافظت عليه جداتنا وتورثاته كاع العائلات الجزائرية. وانتوما واش رايكم في حكاية اليوم؟